انت عارف جسمك محتاج ايه؟ في الفترة الأخيرة انتشرت الكبسولة المبرمجة اللي تعتبر من أهم اكتشافات مجال السمنة في العالم والوطن العربي، لكن دلوقتي موجودة في مصر في مركز سرحان أوبيستي كلينيك اللي بيوفر لك الاحترافية والدقة من أول الاستقبال والكشف وإننا نقول لك جسمك محتاج ايه بالظبط. الكبسولة المبرمجة مرت باختبارات كتير جداً عشان توصل إنها تحل مشاكل الناس اللي عندهم زيادة في الوزن بنسبة تتراوح من 10 ل 20 كيلو، واللي ما بتحتاجش أي تدخل جراحي أو تخدير، لأنها ببساطة كبسولة صغيرة بيبلعها المريض وبتدخل معدته، وبتكون متصلة بأنبوب رفيع بينفصل عنها بعد ما تملى الكبسولة ب 550 ملي من السائل الخاص، وبكده هتكون بتشغل حيز من المعدة لمدة 4 شهور هتقلل فيهم إحساسك بالجوع، وبعد ال4 شهور بتنزل الكبسولة تلقائياً بدون تدخل جراحي. وخلال الفترة دي بيتابع المريض مع الدكتور المختص نظامه الغذائي عشان يحقق الشكل المثالي خلال المدة المحددة. طب هل الكبسولة بتغني عن عمليات السمنة المعروفة؟ الإجابة لا، لأن الكبسولة معمولة للي عندهم زيادة في الوزن من 10 ل 20 كيلو، لكن أكتر من كده هتكون بتحتاج لعملية من عمليات السمنة. اسألي على الكبسولة مبرمجة في مركز سرحان أوبيستي كلينيك. جوسلم فور لايف.